يعني ما بتعمليش حاجات وبعدين لما بتصحي تقولي لهم مش فاكره؟ قبل كده مش فاهمه. يعني قبل كده من الشهر اللي فات، الشهر اللي قبليه، الشهر كده، كان بيحصل حاجات وتعمليها وبعدين بعد ما تفوقي يقولوا لك ده انت كنت عملتي كذا؟ امال انت هنا، امال ده ايه اللي انا شفته في الفيديو ده؟ ايه انت كان بيجيلك شيوخ قبل كده؟ ها؟ خالص؟ انت كانش عندك شيوخ امبارح؟ متجوزة؟ يعني وانت متجوزة ما كانش بيجيلك شيوخ خالص؟ ما رحتيش للشيوخ خالص؟ متأكدة؟ عمرك ما تشنكتي زي ما تشنكتي في الفيديو كده؟ محدش قالك قبل؟ اصلا هما هسألهم عشان بس محدش يقول عليكي مش بتقولي الحقيقة. بيقولولك صح؟ بيقولولك ايه؟ انت مش طايقانا. مش طايقانا؟ عايزة تخنقيني. وعايزة تخنقيني؟ يعني انت قبل كده كنت عايزة تخنقي حماتك؟ امال تخنقي مين؟ مش غلطانة. ها؟ لا انا مش بقول ان انت غلطانة، انا بقولك الحالة اللي بتدخلي بيها دي، بتقولي ان هما بيقولولك كنت عايزة تخنقينا. مين هما اللي بيقولولك؟ جوزك وحماتك؟ اخواتك؟ بس اكيد جوزك وحماتك حصل قبل كده. جعلت حاجة. ايه؟ جعلت فيهم حاجة. اخواتك بس يعني؟ ولا مرة عند جوزك حصل ده؟ يعني لو سألته هيقولي ان عمره ما حصل؟ يعني لو سألته هيقولي عمره ما حصل؟ حماتك عمرها ما شافتك في الحالة دي؟ ايه؟ شافتك ولا ما شافتكيش؟ ما شافتكيش متشنجة كده قبل كده؟ متأكدة؟ انت ليه مش عايزة تقولي الحقيقة؟ مش فاكرة حاجة. ماشي، انا مصدقك انك مش فاكرة الواقعة دي، ماشي، لكن انا بقولك على قبل كده، انا يعني بعمل لمصلحتك. الوضع اللي انا شفته فيه في الفيديو انت ده، وانت متشنجة وكده وبتتكلمي بصوت تاني خالص وحاجات كده، ده ما حصلش عمره. انت متجوزة بقالك قد ايه؟ متجوزة بقالي سنة وشهر ولا شهر ونص. سنة وشهر بس؟ في السنة والشهر ده ما حصلكيش النوبة دي خالص؟ امال حصلت فين مع اخواتك؟ ايوه حصلت مع اخواتك. فين؟ فين 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 المكان؟ ايه فين المكان عند اخواتك فين؟ هنا في البيت ده؟ افتكري قولي الاول، الاذى اللي عندك ده او التشنج اللي انت بتدخلي فيه ده عندك بقالك قد ايه؟ بتحسي بحاجات غريبه بقالك قد ايه؟ 20 يوم. حصل ايه في ال20 يوم دول؟ يعني اول مره حسيتي ان في حاجه مش طبيعيه، حسيتي بايه؟ حسيت اني مش طايقه نفسي، ودايما عايزة أخنق نفسي وأموت نفسي. تخنقي نفسك وتموتي نفسك؟ وبعدين طب كنتي بتقولي لجوزك أو لحماتك الكلام ده؟ حصل لي الكلام ده من يوم الخميس. يوم الخميس اللي هو قبل الخناقة.
حصل قدام مين؟ قدام ماما. قدام مين؟ ماما. قدام ماما؟ دخلتي في نوبة التشنج دي؟ وجابولك شيخ؟ قرأ عليكي قرآن؟ وبعدين؟ وبعدين يوم الجمعة حصلت الخناقة دي؟ وجابولك شيخ تاني امبارح صح؟ انتي لما بتخشي في التشنج ده بتصحي مش فاكره صح؟ هما اللي بيحكولي. هما اللي بيحكولك. طيب يوم الخناقه انتي فاكره حصل ايه؟ بتذكر لسه. ماما اللي هي حماتي. ماما اللي هي حماتي انتي بتقولي لها ماما يعني؟ باكنس انا لازم اخلص شغلي قبل ما بعد ما اخلص شغلي باكل. يعني انت قلت لها انا عايزه اكل فقالت لك اكلتي البط؟ قلت لها انا لسه باكنس انا هخلص شغل واكل وبعدين اكل البط. وبعدين امك قعدت تديك 200 جنيه قالت لك ايه؟ خدي من الموسم بتاع عاشورة. اه موسم عاشورة. ها عادية ما عندنا مواسم كده. اه كل شهر عشان الموسم يعني. مش ليكي تاخديهم. قلت لها يا ماما بعد اذنك انا هاخدهم. ده كل ده بيحصل على السلم؟ اه فين ده؟ في الشقة بتاعت حماتي. فوق يعني قبل ما تنزلوا ولا ايه؟ ما هي نزلت هكمل لك. اه فقالت لك لا ال 200 جنيه دول انا هاخدهم. وبعدين؟ قلت لها بعد اذنك يا ماما هاخدهم اجيبهم مري. قالت لي لا واني مش عايزه منكم حاجه. شتمتني كلمه مش كويسه. قالت لي انتوا عالم ناقصه واني مش عايزه منكم ينفع وانتوا بتشوفوا موسم. قلت لها ليه ماما احنا مش بنجيب لك؟ احنا بنجيب لك. وبعدين شتمتني شتمة مش كويسة وراحت زجاني على الأرض. فاني جيت أقوم مش قدرت أقوم. واحدة جايبة المخدة وخنجاني بيه. ده كل ده فوق؟ فاني دفعت عن نفسي زجيتها ورحت قايمة. راحت قايمة سايبة البيت ونزلت. قلت لها طب انا عايزه اكل مش لاقي اكل في البيت عشان حماتي تقفل على الاكل كله. حماتك بتقفل على الاكل؟ تقفل على الاكل وانا مش بلاقي حاجه في التلاجة ميه بس. وبعدين لقيتي في التلاجة ميه بس؟ قلت لها انا عايزه اكل. وبعدين كل يوم كده. حصل ايه بقى لما نزلتوا تحت؟ ايه اللي خلاكي تضربيها تقلعي البتاع تضربيها بيه؟ هي مشيت وانا نزلت مشيت. قالت لي قبل ما تضربني قالت لي انت بتدور على اكل. ايهاب خد حبات غلة روحي اعطيلك حبات غلة وخديها. ايهاب ده واحد جارنا. عايزك تموتي نفسك يعني؟ يعني هي مش بتحبك اصلا؟ ليه؟ دايما كانت تشتمني شتيمة مش كويسة. من اول يوم اصلا انت بقالك سنة بس يعني انت عروسة جديدة. انا نزلت بعد 10 ايام من شقتي. انت رحت فين؟ جبت عيش كنست وطبخت عند حميتي عملت شغل البيت.
انت بتقولي ان بعد 10 ايام الجواز ابتدت تشغلك في البيت يعني. طيب حلو. انت قلت لها خلاص مفيش اكل مفيش غير ميه في الثلاجه، ايه اللي حصل بقى عشان تنزلوا تعملوا في بعض كده؟ قالت لي انت همك على بطنك. ده كل ده في الشقه فوق برضو وامك لسه ما جاتش؟ لسه ما جاتش. انت همك على بطنك، تطلع على بطنك، تعمل لي حركات بصوابعها، تقول لي انت همك على بطنك، يا بخذ حبايه غله، روحي خدي حبايه غله، روحي خدي حبايه غله. تاني سايبلك البيت وماشي، راحت ماشي. مشيت معرفش راحت فين. وبعدين انا لقيت نفسي لوحدي وعايزة اكل، فقلت انا هروح اموت نفسي واشوف حباية غل. قلت هروح اجيب حباية غل. ماما قبلتني في الشارع يعني؟ اللي ماري زعلانه اني جاي، انا كنت ماشيه اعيط، قلت لها انا راح اجيب حبات غله. قالت لي، فقلت لها عشان الموسم وكل مشاكلي بسبب الموسم وانا زهقت، رجعتني. قالت لي انا هروح لحماتك وهعديها، رجعت معاها مش لقيتها في البيت، انا كان معايا مفتيح. امي قالت لي انا مش هطلع فوق في البيت عشان صاحبة البيت مش موجودة. وبعدين قعدت في المدخل مش حماتك، قالت لك انا مش هدخل البيت وصاحبة البيت مش موجودة، انا هقعد في المدخل. قعدتوا في المدخل، ايه اللي حصل بقى؟ رحت قلت لها اشوف حماتي فين عشان امام جوزي فرحني، فرحت لقيتها هناك. قلت لها اكلم لقيتها فين؟ عند عمامي. عند عمامك؟ اللي هم امام جوزي. قلت لها تعالي كلمي ماما. قالت لي طب روحي روحي وانا جاي وراك. روحت قعدت مع امي المدخل، قلت لها جاي، فاجت وقفت وراني. هيك بتنظف كده تكون علينا. بعدين بعد كده جت كنست عليكم وبعدين مش فاكره اللي حصل بين امي وامي، فاكره ان هي شتمتني وشدتني من الازايل. ورحت انت ضربه؟ شدتني من الازدال، وبعدها مش عارفه بقى اللي حصل. مش فاكره ايه اللي حصل. دايما كنت اقول لجوزي امك قافله عليا يا علي. دايما تقولي لجوزك ايه؟ امك قافله عليا الاكل. امك قافله عليا الاكل. ما لاقيش اكل، اكل جبنه وعيش وهذا طلع العيش من الفريزر. ما بتطبخوش يعني؟ مش بتطبخ الا لما عيالها هيجوا. ما باكلش اللحمه اللي عند ابويا كان عيالها هيجوا. هي ما بتاكلش؟ هي بتغبس. هي بتاكل حاجه غير العيش والجبنه؟ ما ممكن يكون دي مقدرتهم. هي بتاكل ايه؟ هي بتاكل. تجيب اكل منين؟ اللي بتغبس معاهم بيجيبوا اكل سوا كذا مره، اروح الاقيهم بياكلوا اكل حلو وتيجي. هي بتشتغل مع ناس بتغبز يعني فطير للناس يعني عيش وكده للناس عيش بس. فانت لما بتروحي بتلاقيهم بياكلوا اكل حلو.
وبتيجي مش بتاكل. طب انت لما قلتي لجوزك امي قفل عليا الاكل قالك ايه؟ قال لي يا دماغها كده وعيشي وكلي وشبشب في حنكك. عيشي حطي شبشب في حنكك؟ ليه؟ عشان بقول لامك قافله مش بلاقي. لا هو مش بيحبك يعني؟ هو دايما بيشتمني بقول لي انت اللي مقعدك في البيت، انت رخيصه. والله انا قاعده في بيتي. انت رخيصه؟ ليه بيقولك كده ليه؟ بيشتمني. امه تديني 50 جنيه في الاسبوع. امك بتديك 50 جنيه في الاسبوع؟ بتعمل بيها ايه؟ مش بتغدى حاجة. وبقى نفسي في حاجة يعني ما بلاقيش اكل ولا الاقي، بزهق من الجبنة والعيش. مش عايش معاكم؟ لا جوزي مسافر. مسافر فين؟ الامارات. فين؟ الامارات؟ بس بيشتغل في الامارات بتديك 50 جنيه في الاسبوع؟ بس هو كسيب يعني ولا ايه؟ بقول له زود لي المصروف يعني. يشتني الفاظ مش كويسة. أقول لي اللي أمي تدهولك عيشي بيه وارضي بيه، أنت مش قنوعة. يقولي علي يعني مش في نفسي في حاجة غالية، مش بقى معايا 50 جنيه. ايه بيبقى نفسك في ايه يعني؟ أي حاجة غالية قدام مني يعني. غالية زي ايه يعني؟ نفسي أشتري مثلا يعني عندي لبس وكل حاجة، بس كل سنة بطلع موضة وكده. كل سنة بتجيبي جلابية يعني؟ ايه ما بتقولي ايه؟ انا ابويا جايب لي لبس. ابوكي اللي بيجيب لك لبس؟ جايب لي لبس كتير في فرحي يعني. بابا قدامي ده لبس جهازك يعني قصدك؟ بابا قدامي حاجة نفسي اجيبها، اكل اجيبه غالي. بيبقى نفسك في اكل زي ايه يعني؟ مثلا بابا نفسي اجيب كريب، والكلب غالي. كريب؟ بابا نفسي اجيب. كم سنة؟ عندي 20. 20 يقول لي انت همك على اكل، فاروح ساكتة ويشتمني واروح قال لي غوري. هو الكريب ده في كام؟ 80. 80 جنيه؟ الواحدة ب80 جنيه؟ يقول لي غوري اقفل السكف في وشي. اقفل السكف في وشك؟ التعب بقى بتاع التشنج اللي بيجيلك ده ظهر امتى؟ اول مره خالص قوليه بصدق، اول مره خالص خالص امتى ظهر؟ في شقتي. في شقتك عند جوزك امتى؟ انا في شقتي غير هدومي وغير بنتي. وانت بتغيري هدومك وتغيري لبنتك من قد ايه وقت؟ قبلها بحاجات بسيطة. لكن طول السنة كنت كويسة؟ قبل الواقعة دي بحاجة بسيطة دخلتي في حالة التشنج دي؟ جوزك شافك؟ جوزي مش معايا. مين اللي شافك؟ حماتك شافتك؟ حماتي مش دايما معايا في البيت. امال مين اللي شافك؟ عرفتي ازاي انك دخلتي في الحكاية دي؟ وجدت مش طايقة بنتي. حاولتي تخنقي بنتك يعني؟ تضربها غصب عني، مش عارفة اعملها ازاي. تضربي بنتك غصب عني؟ بتحسي بحد بيكلمك؟ بتكلمي حد حاجات كده؟ بحس بخيالات حواليا. بإيه خيالات؟ مشجتي كنت خايفة مشجتي اطلع غير هدومي وانا خايفة. بتسمعي الاذان؟ بتسمعي القران كده عادي؟ بيحصل ايه؟ حد تخنقني. حاجة بتخنقك؟ بعدها بقى مش بحس. يعني لو شغلنا الاذان دلوقتي تتعبي؟ انت عايزة تطلقي ولا عايزة تفضلي متجوزة؟ عايزة افضل متجوزة. تفضلي متجوزة؟ ليه هما بيعملوكي وحش كده؟ عشان انا بحب جوزي. بتحبي جوزك؟ بتحبي جوزك ازاي وهو بيعملك كده؟ انا عايزة اعيش معاه. ايوه ليه؟ عشان ما تبقيش متطلقة ولا عشانه هو؟ عشان بنتي. عشان بنتك؟ مالها بنتك؟
ما هو كده كده هو بعيد. يا بنتي هتضيع، مش هيبقى لها اب. مش هيبقى ليها اب لو اتطلقتي ليه؟ طب ما هو هيبقى ابوها برضه، مش مكتوب باسمه هي. انا مش بقنعك بالطلاق، انا بس بعرف يعني. هيبقى بعيد عنها، وهي بعيد عني. انت عايز تفضلي عشان بنتك. عشان نثبت للناس ان انت فعلا كل كلمة بنتك بتقولها صح، انا عملت معاها اللقاء جوه وانتم محدش فيكم كان جوه، فانت ما تعرفيش هي قالت ايه. فانا عايزاكي تحكي نفس الحكاية، لو حكيتي نفس الحكاية يبقى هي صادقة. فانا عشان احنا كده بنعامل ربنا، فعشان ما يقولوش بتألف، فاهمة؟ فانت احكي لي ايه اللي حصل يوم الواقع. يعني يوم الجمعة اللي حصلت دي، يعني جيران هي قالوا لي ان هي حماتها خنقتها بالمخدة عشان الموسم ومش عارف ايه الحاجات اللي حصلت دي. جيرانها اللي قالوا لك؟ يعني واحدة جيرانتهم قصاد منهم بعيد كده هي اللي قالت لي كده. انت ما قابلتيهاش في الطريق ولا؟ لا، هي اللي قالوا لي ان هي خنقتها. فهي جات لي البيت جايبه الهدوم بتاعتها وجايه ماما، كان بابا قال لها ايه؟ قالت لك فين؟ جتنا احنا بنعزل، يعني هي كنا في بيت عيله وبنعزل، جايين الشقه هنا. ميها يوم الجمعه ده؟ قالت يا ماما اني جاي اقعد شويه. ليه؟ قالت حماتي قالت لي روح اضرب ابوك. قلت لها لا، تروحي فين يا ندى؟ ده انتوا حماتك الاثنين مفيش غيركم، تعالي ما اوديك. خدتها ورحت ضربت الجرس ما لقيتش حماتها، رحت انا قاعده على السلم قلت لها على حماتك تيجي، ما ينفعش تطلع شقتها من غيرك. هي جات لك البيت ورجعت بقى ايه وهي في الطريق انا اخد حبيت غله. ليه يا ندى؟ قالت حماتي انا بقول لها اني جعانه ومتجعانه وعايزه اكل. قالت اكلت البط. فانا قلت لها يا نداء اللي بيخلي عايزه مامتها البيبي ولا ايه؟ طب هاتي البنت. انت عرفتي ازاي انت جدتك؟ بس قروبه ازاي؟ انت معايا من بابا؟ بس قروبه قوي، كانت بتعيط سكتت قوي. فتك معايا المهم ايه؟ هي بقى ما جات لي قالت لك انا عايزه اخد حبايه غل عشان هي حكت كده، وكانت راح تجيب فعلا. قلت لها تعالي ده اللي بيعمل كده. رحت عشان اقعد مع حماتها وارضى وكده، لقيتها جايه قالت لي خدي النداء معاكي، وهي داخله من البيت على طول. قلت لها خدها ليه؟ ده انتوا الاثنين مونسين بعض، وفي ايه؟ وجوزها هنا عشان يحصل مشاكل. قالت لها خدها معاكي، بنتك مش نافعه. قلت لها لازم مش نافعه ليه؟ بنتي تعبانه يا مونسين. النداء بقى لي يومين تعبانه، مش يعني كنت لسه احكي لها القصه اللي هي بتاعت الشيخ وكده؟ لا يعني احكي لها ان هي تعبانه والشيخ وكده. لقيتها بقى ايه يعني نداء قاعده تفلح مني، قالت الفاظ مش ينفع اقولها. تقول فصبه يعني وحاجات وحشه، انا ست اخذ اقولها. فانا قلت لها يا ام اسمه انت بتقولي كده ليه؟ هي لما كانت بتكنس كانت بتكنس عليكوا ولا كانت بتكنس بتنظف؟ بتكنس عليا وانا قاعده حتى التراب اجت على العبايه، وخفت اشوف عينين الطفله. قمت وقفت قلت لها ايه اللي مزعلك؟ انت بقى كنت بتقولي لها ايه بقى في الفيديو؟ انت قمتي انت الاول تكلميها، كنت بتقولي لها ايه؟ لا مش لكم بركه الا بعض. وعلي هنا ده دي زي بنتك، اعتبرها بنتك الثالثه، انت معاك اتنين ودي الثالثه. امال ايه بقى اللي خلى نداء تقوم تروح ضربها وهي بتتكلم معاكي؟ لا نداء بقى احنا قعدنا احنا الثلاثه في بعض. ازاي بقى بتتخانق معاكوا وقاعده ريحكوا؟ انا ما فهمتش. احنا بقى بنتكلم مع بعض كده، قامت راحت قالت ان ده لفظ ساب، يعني ايه يعني مش كويس. لقيت نداء دي بتتحول واحده تانية. حتى ايه يا بنتي يا نداء؟ مش طبيعه نداء. بس مش طبيعه نداء، نداء بنتي دي بتغزى. اقول لك لو واحد كش فيها بتروح معيطه، مش طبيعتها يعني. كل البلد بتقول لك مش توكلنا من نداء كده، نداء دي مش طبيعيه. ليه كانت الكل بتحب الكل بتعدي سلام عليك على فكره انا صدقت انها مش طبيعيه، لان انا شفت فيديو دلوقتي وهي في النوبه دي مش بتكذب. مش بتكذب يعني مش انا شفت بعيني مش بتكذب. بيعاقبوا هم صغيرين، اللي بيكذب كان بيكويه
ما حدش يكذب عندنا، قولي الحق لو غلطونا. موضوع الاكل ده ما كلمتيش فيه معهم قبل كده؟ والله احنا كنا نيجي نتكلم وغضبت مره، وجينا نتكلم ونعمل، يقولك ده احنا بيت كرم وبيت خير والبيت بتنشف يوم عن يوم. حتى مولدت اني بقيت اودي لها اكل من البيت من عندي واطبخ واعمل. جيت روحت بعد 10 ايام لقيت حماتها بتقول لي لا ده البنت امها بتنفسها 40 يوم، ابتدى الناس بيقولوا اسبوع، انا قعدت 12 يوم وعم مش فاضيه، والدها تعبان، ده والدها عامل 3 عمليات، انا جوزي دي بقاله 5 سنين قعيد. هي حماتها، هي حماتها بتعملها وحش ليه؟ ما عرفش. حتى بقول يعني ايام الخطوبه عاملين لها البحر طحينه، ونعمل ونسوي ونداء 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 ونداء، دي اقول لك يعني جالها، مش عايزه اشكر في بنت، جالها نص البلد عرسيه. لما الاخر ما حصل كده قالوا انتوا مش رضيتوا بينا وجوزتوها عند الناس دي، واحنا كنا عايزين نقول للناس دي والناس دي. حتى كنت بضرب في نداء وبقول لها نداء تعبانه، وشيله البنت على دراعي، نداء تعبانه يعني. في يوم الخميس اللي جه فيه الشيخ هنا جبتوه عشان ايه؟ عشان نداء جت اشتكت لكم قالت لكم عندي ايه ولا حصل ايه؟ طبيعتها مع اخواتها عملت ايه؟ عشان هي بتقول انا كنت هخنق اخواتي، وانا سالت اخواتها دلوقتي قالوا لي اه. ايه يعني؟ كنا بننجل في عزال وكده، لقيت نداء يعني اخواتها كنا في بنجيب دوم وجايين، لقيت بتصلوا عليني يا ماما يا ماما. نعم نداء تحولت حاجه تانية ساعه ما الظهر ادى ومقلوبه عليها في الفيديو. هي في الفيديو متحوله حد تاني فعلا؟ لا تخنقنا وصوتها يا ماما زي الرجاله، مش صوت نداء، ده صوت نداء رفيع خالص يا ماما، صوتها متغير ونهض وعايزه تاخد البنت، وركبت المؤاخذه الشباك، كان في زيارة في الشارع، ركبت الشباك برجلها كده وقعدت تفط في الشارع، لو مش الناس اللي في الشارع زبوها والجايه بنت الجايه بنت، خافت وخش عماله سد الاوضه دي، اتخبطك من الشقه مش فاهمه الباب دي، بس تخبط وعايزه تخش لهم. يعني ساعه ما قالوا لي كده جبنا انا وباباها سيرفيس وجينا، مش بقيت اجليه شايلاني. جبت لها شيخ؟ قالوا لك قال لك ايه؟ جبنا بقى شيخ يعني مسحوره وشربانه وملموسه، وقاعد يقرا على قران وقال شطفه امها وملحه مش عارف ايه، شطفته. انا اللي قلت لي اقول روحي حجه، روحي اللي قالت لك. مين اللي بعتك؟ اللي بعتني وسام ابن شلطه. مين اللي عامل انت؟ ابعي وسناء ابعد عني، ابعد ابعد عني، انا مش هسيبك يا حمدي، انا مش هسيبك عشان انت تاخد اكتر من سنة. ايجوا خدوها بقى ايه في المركز؟ مشيت في اصطلحنا وقلنا ايه، قالوا هنقعد مجلس عرف ومش عرف. فابو نداء قال امال هي الفيديو اللي انا شفته اللي مع المحامي ده كان امتى؟ ما هو قبل الواقع. قبل الواقع هو ده اليوم اللي تعبت فيه. قلنا لهم ابو نداء حتى رد عليهم في المركز. انتوا جبتوا لها شيخ امبارح ليه؟ ما هم طلعت من المركز بقى، حتى المأمور والجماعه اللي كانوا في المركز ده كله بقوا يقروا على قران ويقدنهم، وحتى كانت بتخوف المساجين اللي معاها بقوا يخافوا منها، ويربطوا ايديها على بعضها ورجليها لحد ما النوبه تخلص وتقوم تفوق وتقعد تروح معيطه، يقولوا كانت بتعيط. حتى يعني رجال الشرطه كلهم محترمين بقوا يقفوا جنبها لحد ما تفوق. نعمل احترام مركز ديار بنجو، بقوا يقفوا جنبها بجد، بقوا صعبان عليها، وبقوا في منهم اللي يبكي عشانها، بقوا يبكوا يقولوا ازاي بنت حلوه وحلاوه حلوه كده يحصل لها كده. قلت لهم مفوضة امر ربنا، احنا عمرنا ما ضرينا حد، يعني احنا ناس في حالنا، ربنا يعني في حالنا كده على الحلال، وابوهم بياكلهم من عرق جبينه وفي حالنا، يعني مش بيصوموا فرض، بصلوا وبصوموا وبنقرا في القران وعارفين ربنا. يعني اقول عمرنا ما ضرينا حد ولا عمرنا لنا دعوه بحد، بنمشي جنب الحيط مش عايزين حد يسمع حسين، لدرجه ان هم ما نداء اتحبست نزلوا تشهير في النت وعلى النت واحنا مش عندنا نت. اتقال كلام مش حلو. اتقال كلام مش حلو. جينا للناس جيراننا بيقولوا لنا، قلنا احنا مش عندنا نت يا جماعه، احنا ناس بسطاء على قد حالنا، يعني اللي هنجيبه للنت اجيب اكل يبول البنات ياكلوا، يعني كل واحد يعني عارف الله امرئ عارف قدر نفسه، اللي خلينا نجيب نت ولا دخل نت. هي ممكن تكون حماتها معذوره برضو انها ما تعرفش انها تعبانه. انا قلت لها نداء تعبانه،
وحجيت نفسي بقول لها الحاج عليك وببص راسي لحد ضربني بالكف على وشي كسرت لي التركيبة. ما وريتيهاش الفيديو ليه؟ ما وريتيهاش الفيديو ده ليه؟ التليفون مش كان معايا التليفون؟ انا مش ليا تليفون يعني مش بمشي بتليفون مش ليا تليفون وتليفون بابا اللي في البيت وخلاص. حتى انا عماله اقول ان ده تعبان. ضربتك بالكف لما ضربني بالكف لما اخذي بعد ولا قبل؟ بعد كنت بحوش وبقول لها الحاج عليا ليك ان ده مش طبيعي ان ده تعبان راح ضربني بالكف دي وعملت كشفت لقيت شرخ في الفك والتركيبه الثابته طلعت اهي اهي دي ثابته باكل عليها والله ما انت عارفه اكل ودي كله لقيت نور ولا شرب ولا اي حاجه وانا عماله اقول حق نفسي ليها يعني ببص في راسي. انت عايزاها تتطلق؟ انت مش عايزاها تتطلق صح؟ خرب البيوت صعب عشان خاطر حتى الطفله ده اهي عندها اسمها ايه؟ اسمها حنان على اسم حماتها. على اسم حماتها؟ اه حنان اهي دي مبهدلاني كده جعانه المركز بقت ترضع مرتين اتنين دي جعانه دي الساعه 3 هي بتقدرش ترضعها بقى صح؟ تعبانه بقى يعني باكلها نايت وهي مش لاقيه تاكل لان عندها ثقب في الجنب والله بديها العلاج كل 12 ساعه كنت موديها للدكتور يوم مامتها خرجت خلياش تعيط بقى اقفي بيها اقفي اه ما تعيطيهاش اقفي اقفي بيها ما تخلياش تعيط خالص بس ثقب في القلب ده هيلم لوحده صح قالوا لك هيلم لوحده ماشي مع الدكتور في الزجازين بس ما تعيطش لازم تاكل كويس اكلها نايتي ومرال يعني بس يا قلب بس يا قلب يعني ذنبها الطفلة البرقة دي اللي يعني اللي يعمل لأمها كده يدوروها كده مش هيشيل ذنبي بس يا قال بس يا قال بس فأني نفسي بنت تطيب وترجع زي حالتها تمارس حياتها زي ما كانت بتمارسها أنا مش كانت بتبطل ضحك ده عمرها ما اتجربت بأذى لحد كانت بتنام مع حماتها في الشقة تحت ما تطلعش شقتها فوق خالص نايمة مع حماتها تحت في الدور التاني كانت قاعدة مع حماتها في الشقة وتنام معاها وقاعدة معاها وكل عمرها ما قالت لحد لفظ يعني نداء بنتي هي باينة عليها عمرها بصي لفظ ونسألي عليها في البلد كلها نداء بالذات مش بشكل في نفسه يعني مش بشكل في بنتي لا اللي دي الواضح قدامها اهو يعني كانت بتغزى من بابوها زيت انا صعبانة عليا انها تعبانة نداء فعلا تعبانة تعبانة بقى تعب نفسي تعب حاجة تانية تعبانة وطبعا لا حرج على المريض واللي تعبان نفسيا ده ما ينفعش يتحاسب على تصرفاته اكيد ما ينفعش انا بعقب على علي في حاجه اللي هو نشر الفيديو من الاول هو نشره؟ اه نشره على صفحته الشخصيه نشر هو واخته نشر الفيديو ده؟ لا الفيديو ده لا الفيديو التاني اه ده دليل قاطع على ان البنت دي تعبانه و بس هي حماتها ما تعرفش انها تعبانه لا اكيد وصل لهم ده الفيديو اتنشر الناس كلها عندها علم بيه وانا عرضته قدام المحاميه بتاعت علي برضه للقاضي لا انا قصدي قبل بقى ما اعرفش هي عارفه ولا لا بس مامتها قالت لها نداء تعبانه وهي بتحوش وعرفتها قالت لها نداء نفسيتها تعبانه كلمها باحترام يعني اللي نشر الفيديو رزوق لا الفيديو ده لا الفيديو التاني الفيديو بتاع الضرب مين اللي نشره مين؟ زوج واخته، اخته الكبيرة. وانا بعقب عليه المفروض بعد ما نداء اتحبست عشان خاطر الطفلة المفروض كان من أول يوم كانت صلح لها، حتى لو هو بدأ بالغلط كان راح اتصلح عشان خاطر البت المريضة ديت. ما عشان الناس بتقول أمه وكرامتها واتضربت قدام الناس. بس المفروض يعني نعذر برضه يعني هي قالت لها تعبانة المفروض يبقى في عذر يا أمه على دماغنا. قلنا غلطت بس مش كان الموضوع يوصل للدرجة دي الفضايح الفضايح مصر كلها شافت الفيديو هو غلط واعترف بغلط وحتى كنا قاعدين قال انا غلطت اللي انا عملت كده بس احنا ميالين طبعا للصلح ونفسنا نرجعهم لبعض عشان خاطر الطفلة هو لازم يصالحها لانها تعبانة لازم يصالحها لما كانت تصرفت تصرفات مش طبيعية مع اخواتها ما قلتوش خالص لحماتها او لجوزها ما بلغتهمش والله اللي تم يا استاذ ريان يوم ما كانت بتزورنا يوم الخميس قبلها بيوم طبعا مامتها متعوده انها تديها فاكهه وهي ماشيه زي اي ام واي اب عايز يطلع بنته مبسوطه باقل قليل يعني فقالت انا مش عايزه منكم حاجه وتعصبت وشكلها اتغير فحتى اخواتها كانوا بره في سوبر ماركت والدتهم بعتتهم الفيديو اللي انا شفته ده ولا حاجه تانية
اللي اتشنجت فيه واتكلمت في صوت تاني خالص ده ولا حاجة تانية؟ هو ده. فطبعا بعتت اخواتها وراها قالت لهم قولوا عشان حماتها ما تشعرش ان انتوا كنتوا في البيت، قولوا ان احنا كنا بره في السوبر ماركت واطمنوا عليها شوفوا حالتها استقرت ولا لا. فراحوا بالفعل ضربوا الجرس عندهم، عامله ايه نداء انت ازاي تمشي من البيت من غير ما نسلم عليك؟ فلو اختهم مستقرة ما قلتوش يعني حماتها معذوره ان هي ما كانتش تعرف انها تعبانه. انا عقدت النيه ان انا اكلم حد، اكلم شيخ بس اشوف اهل ثقه مش اي حد، لان طبعا في دجالين وفي صحراء، فانا مش عايز اروح الا ان كان واحد يعني من حمله كتاب الله. بس ما خفتش هي؟ انا جاي لحضرتك اهو. طبعا كنت بعزل مع المشكله من البيت من عندنا لانهم بقى وبيت العيله وكان عليه مراس وشوت. هي ممكن تبقى تعبانه نفسيا برضه، وارد الاحتمال الاثنين. فجبت شيخ، جيت هنا انا ما عرفتش الموضوع من البدايه والاساءات من البدايه. فوجئت وانا بعزل ناس بتشيل معايا الفرش وبتنقل، والدتها اتصلت قالت تعالى عشان في مشكله. فدخلت البيت، اول ما دخلت البيت السلام عليكم، طبعا لقيت الناس ملمومه في البيت، في ام نسمه حماتها امشي اطلع بره من بيتي، في ناس ناقصه. قلت لها في ام نسمه؟ طبعا خال حمات بنتي موجود اسمه الحاج عادل ومقيم في العاشر بس كان بزوره يعني. قالت تعالى يا استاذ حمدي خد بنتك لان الوضع مش كويس، خد بنتك دلوقتي وانا بتكلم معاك. فطبعا انا تلقائي كده لما قال لي حصل كذا كذا من النداء ضربتها عشان اهدي النفوس وانا ما اعرفش في ايه. بس انت عارف انها تعبانه؟ انا عارف ان في تغيرات بس كانت بسيطه، ما مش مفكر انها توصل للحد ده. الفيديو ده مش بسيط خالص. الفيديو لما الصور بعدها تاني يوم. تاني يوم الواقع. جبتي شيخ، ما انا قلت تاني يوم الواقع. قلت لك لسه في بدايه كلامي. يعني الفيديو ده اتصور لما الشيخ قرا عليها. جبته تاني يوم، جبت شيخ ومن حملت كتاب الله، قلت له انا حاسس ان ده تصرفاتها مش طبيعيه، شوف فيه بالظبط. فقرأ ما تيسر عليها من القرآن، ده شغله مواطن معينة من صور معينة، فوصلت للحد اللي انت شفتيه. روح عشان يا عبي، روح يا اللي قلت لي أقول روح. حجة روح يا اللي قلت لك. اللي قلت لي أقول. مين اللي تعب؟ قلت لي مين اللي تعب يا حبيبي؟ مين اللي بعتك؟ مين اللي بعتك؟ اللي بعتني وسام ابن شلطة. مين عامل انت؟ ابعي وسناء ابعد عني، ابعد ابعد عني. انا مش هسيبك يا حمدي، انا مش هسيبك عشان انت تاخد اكتر من سناء وابراهيم، انت تاخد اكتر منهم، انت تاخد اكتر منهم، انت تاخد اكتر منهم. اسمك ايه؟ انا مش هقولك على اسم. لا انا عايز اعرف. مش هقولك. انت مؤمن واحد بالله؟ انا مسلم. انت بتصلي؟ انا مسلم. طب في مسلم بضر مسلم؟ في مسلم بضر مسلم؟ انا جيت اقولك يا حمدي عشان انا اعرف الحج روحية والحج رضوان. افهمت، يعني هو قصده ان هي تعبت تعب بسيط قبليها بيوم، بس هم قالوا انها كانت عايز تخنقهم. ده بالنسبة لاخواتها. تصرفاتها مش طبيعية واتخانقت معاهم وبتاع، وبعدين حصلت الواقعة قبل ما يتم القبض عليها. جت هنا قرا عليها الشيخ تعبت كده. اللي تم بقى طلعوا هم الجمعة كتبوا البلايغ في اسم شرطة الدار، تقريبا كان يوم 20 الجمعة دي او يوم 19 مش متذكر، 19 في الشهر او يوم 20. فجي خاله في اسم الشرطة قال لي دي شرافة قتل. قلت له يا عم شرافة قتل، هدي نفسك يا استاذ محمد، هنقعد نحقق على 150,000 وش. قلت له مفيش اهل بحققها ولا فلوس. عايزين فلوس؟ هو بيقول لي كده. وهنا عملوا مذكرة تصالح وتعهدنا قدام المعني بالكلام ده في اسم الشرطة ان محدش يغلط في التاني، مفيش لغط، محدش يجيب سيرة حد. كل ده قبل ما تنزل الفيديوهات يا استاذ رهام. فوجئت تاني يوم ان الطرقعة شغالة، طبعا انا فاصل النت لعلة انا عارفها كويس. انتوا ما طلعتوش اتكلمتوا خالص؟ يعني انا كنت مستغربه صبركوا ان في كلام كتير، عشان في ترابط بيننا، الترابط اللي بيننا هو قطعه اللحم الطفله الصغيره
وهي لسه عزمته برضه. انا مش عايز ابيع، مش من النوع اللي بتبيع، انا بشتري لاخر لحظه. فطبعا يا استاذ ريهام اللي تم تدخلوا مع اهل فضل راجل كويس في البلد عشان يتوسط بينا. جماعه كلموني يا استاذ حمدي، قلت له ماشي على عيني وراسي، انا متفق معاهم ان احنا نقعد ونحل المشكله، والغلطان يتحاسب، مش في اي خلاف عندي، بس انا بعزل. وفي نفس التوقيت بنتي تعبانه، اصبر عليا يومين. طبعا انا مش مسؤول عن تاويل الناس او فهمهم ليا او فهمهم لعقليتي، والاستاذ رام كذلك وكل البشر كذلك. فاوله ان انا بقول بنتي تعبانه، اوله ده على ان انا بتهرب من الايه، من مجلس العرفي، مش عايز اقعد معاهم ونحل المشكله. وبناء عليه طبعا احنا كنا الجمعه عاملين مذكره تصالح، طلعوا التلات عادوا تاني المحضر تاني، فتم سجن ده التلات والاربع والخميس والجمعه والسبت تقريبا، طلعت الحد صح، طلعت الحد حوالي 6 أيام في الحجز. طبعا احنا شفنا المرار فيهم انا والدتها، بس طبعا اهل الشرطه مشكورين كل القائمين في اسم شرطه ضرب نجم بالكامل، تعاونوا معانا عشان حاجه واحده بس، عشان تعبان الطفله الرضيعه وعشان بنتنا تعبانه. طبعا كان بيجي لها حاجات غريبه زي اللي انت شفتيها، حالات بقى يعني ممكن اي حد يقولها انه صرع، ممكن حد يقولها انه ساحر، ممكن حد يقولها انه مش مهم، في المجمل مريضه. انت شفت بنفسك؟ اه شفت. طبعا هم حتى نفسهم بيقولوا ده تمثيل، في حد منهم بيقول ده تمثيل. فطبعا انا فيها طبعا ما بحبش اصغر كلام الناس، لان في ناس بتبقى محضر سوء وفي ناس محضر خير. بس الفيديو ده مش ما ينفعش يبقى تمثيل، الفيديو اللي معاك ده. حتى كان في حد قائم على صفحه اسمها شراويه ضرب البلد، وانا حفاظا على الانساب والاعراض، الفيديو ده وصل له ازاي ما اعرفش، اتصلت بيه وسمحت احذف الفيديو. لو انا يعني لو حطيت الفيديو ده وغطيت طلعت الصوت بس، انتوا هتعرفوا انتوا ظلمتوا البنت دي قد ايه. وضيفي الى ذلك ان اي حد انسان له اعداء، مفيش واحد بيخلو من العداوه. بس انت باقي وشاري وعايز تكمل الروايه، محمل خير مش محمل سوء. انا عن نفسي وزوجتي وبنتي واولادي، انا ليا 3 بنات، نداء بتكبرهم وبعدين حسناء ورؤيا. يعني هو اول ما بنته عملت كده ضربها وغلطها، ضربتها وفي فيديوهات لكده، ما بيقولوش يعني لينا حق، ولا بيقولوا ده هي ضربتها عشان شتمتها، لا هم مش بيقولوا كده، هم بيقولوا ان حالتها مش طبيعيه. انا بعد ما قعدت مع والدتها بحكم ان انا ما حضرتش شعور من الاول، ايه اللي حصل؟ قالت لي اساءت ليها في لفظه كذا ولفظه كذا. طبعا انا استحي علينا على الهوا، بس هي نداء بتقول ان كل ده ما كانش في حاجه لغايه ما هي شدتها من الاسدال، هي نداء راحت بقى في حاله هي مش فاكراها. كنت بعزل اخر دور في العزال، فجات نداء. طبعا نداء مش عايزه تحكي لي اللي حصل، عايزه تعيش. فبعد كده حكت لي ايه اللي حصل. نداء قالت حماتي مسكتني الصبح عشان حاجات كلها تفاهات، طبعا الريف فيه تفاهات كده، الموسم ما عرفش ايه حاجات تنجنيب. انا عايزه اعرف، بس قالت لك، انا نسيت اسالك، هي لما ضربتها عملت ايه بعد كده؟ يعني كانت حالتها عامله ازاي؟ حماتها ضربتها فوق بعيد عن القمر. لا ده عرفناه، انا بسالك انت لما 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 خلصت ضرب نداء كانت في حاله شكلها عامل ازاي؟ مش كان وضعها مش حلو، جات لي عماله اهدي فيها في طول الطريق، معلش يا نداء معلش معلش. قالت لي ماما انا مش انت طايق، يعني بينقال لي كلام سافل يا ماما وحاجات وحشه. قلت لها ليه يا نداء كده؟ قالت لي ده طول العمر عماله اضغط في نفسي، وحتى اقول لجوزي يقول لي عيشي عيشي ويشتمني روخر زي ما هي بتقول على الشتيمه، برضك الفاظ وحشه وكده. وانتوا عمالينتوا كل ما اجي لبابا مش بياخد لي حاجه، بيقول لي ايش. قلت له نداء اي واحد بيقول لي بنته. لكن هي نداء مش عصبيه كده، ده نداء هاديه خالص. هقول لك بص، انا يعني مش بحس بقى ان هي قاعده معايا في الشقه، مش حس لها بصوت، قاعده ساكته كده. مبادره الصلح وصلت لفين؟ والله هو اجى الاطراف بتاعه التصالح، والاستاذ حمدي عرض عليهم شروطهم. واخدك بعيد عشان لو في خبر وحش، ما يعني الاستاذ حمدي عرض عليهم شروطهم، بس حاليا لسه مش رد عليه. بس جالي كلام النهارده من طرف من اطراف القعده، قال لك علي عايز يطلع، وعايز يطلع بقى يبقى عندنا المحكمه وحقوق النداء ان شاء الله نجيبها كامله مكمله باذن الله. وليه محكمه؟ ما ممكن يديها حقوقها عادي. لو اطراف التصالح جابوا حقوقها كامله كان بها، مش جابوا عندنا المحكمه، عندنا قانون عادل هيجيب حقوقها باذن الله، ونجري بقى في اجراءاتنا وان شاء الله. بس احنا اولا واخيرا يعني احنا مالين، بس هم شاريين. ايوه شاريين وعايزين يصالحوا الاستاذ حمدي، واحنا ميالين للصلح، واي حد ميال للصلح. استاذ حمدي من اول على الست، اذا كان الست نفسها اللي تم الاعتداء عليها قالت لك انا مش عايزاهم يتطلقوا، بس جالنا كلام النهارده من طرف من الاطراف قال لك علي عايز يطلق.
اولا وثانيا احنا بنتنازل على اي شيء عشان السلوك. المحضر دلوقتي في محضر نزلوش صح؟ لا هم يجوا في الجلسة قروا بالتصالح، لكن والدة نداء عاملة محضر سب وشتم وقذف وضرب وتشهير متهمة فعلا. يعني لسه في محضر قائم من ناحية محضر قائم لسه، فلسه بقى مبادرة التصالح، ربنا يوفق الجميع وإن شاء الله احنا بنبذل أقصى جهدنا عشان نتصالح عشان خاطر الطفلة الصغيرة شفتيها وعندها مرض في القلب وعندها سب في القلب، فعشان خاطر ما تتدمرش بس لازم يبقى في أبوها يبقى موجود ووالدتها عشان يراعوها بأي حال من الأحوال. هذا التصرف اللي شفناه في الفيديو ما ينفعش وما يصحش، ومهما هي قالت باخد 50 جنيه في الأسبوع، هي يعني بتاخد 200 جنيه في الشهر تاكل بيهم، مع ان جوزها شغال كويس. انا يعني بالنسبه لي كانت بيبي وهي بتقول انا نفسي في كريب، اصلا انا بيبقى نفسي في حاجات بتتباع ومش عارفه اجيبها، الكريب ب 80 جنيه، قافله على الاكل، ولما بروح ازورها بشوفها حاطه اكل حلو مع الناس اللي بتخبز معاهم. فكره انها والده وبترضع وجعانه ما يديهاش برضو الحق انها تعمل كده. يعني لو كانت الاقاويل في الاول، ان لو هي اللي بتقوله ده حقيقي فعلا، لو هي فعلا يعني محرومة من ده ومن ده، قالت ان الخناقة دي كان في جزء فوق والحمى تعدت عليها وكتمت نفسها بالمخدة ومش عارفة عملت ايه، وقالت لها روحي هاتي حباية غلة عشان تنتحري، نزلت راحت لامها عشان تجيب حباية غلة تنتحر. يعني الوقت اللي احنا شفنا فيه الفيديو الاخير ده، دي كانت واحده من نص ساعه قررت الانتحار ورايحه تجيب حبايه غله، والالفاظ اللي الحما قالتها هم قالوها لي ما ينفعش تتقال. وما اعرفش لو انت او انا او اي حد تاني سمع الالفاظ دي عليه او على امه او على عيلته هيعمل ايه، ولكن لا يمكن تحت اي ظرف ان احنا ندي عذر انها تعمل كده. ما ينفعش ابدا ابدا ابدا، حتى لو مش حماتها، حتى لو ست كبيره ما تعرفهاش، ما ينفعش ابدا يحصل كده. الناس هتقول لك اصل ده سحر، اصل لا، كل ده هبل، لان يعني في حاجات كتير قوي حصلت، ما باين جدا 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 ان البنت تعبانه نفسيا، وأعلى درجات الاكتئاب تؤدي إلى هذا، تؤدي إلى تغيير الصوت، تؤدي إنها تجيب أفراد من أسرتها، تجيب سيرة عمامها وخلانها، ما فيش يعني هي اللي بتتكلم، لكنها تخش في هذه النوبة وتقوم قبليها بيوم تخنق إخواتها، وإخواتها قعدت معهم واحدة واحدة، طبعا هم بنات صغيرين ما رضيوش يطلعوا على الشاشة، أو أنا ما عرضتش عليهم الحقيقة، وسألت أخت، أخت قالت لك كانت قايمة تخنقنا تخنقنا تموتنا. كنا طول الفترة اللي فاتت بنتكلم عن واحدة محتاجة علاج نفسي شديد. هل العلاج النفسي ده وصلت له بعد اللي حصل لها في الجواز من الضغوط؟ هل واحدة بتبلغ من العمر 20 سنة توصل إلى هذا الحد من الاكتئاب ممكن يوصلها لده؟ معرفش هتدوها عذر أو لا، ولا أنا هقدر إن أنا أقول رأيي الشخصي، ولكن في وجه آخر من القصة كان لازم يبان، لأن ما ينفعش إن احنا نقعد 3 أسابيع نقطع في حد ونقول عليه انه وانه 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 وانه، واحنا ما نعرفش، واحنا ما نعرفش ظروفه ولا هو ايه. هيرجع تاني، وهقول ان الغلط الاساسي خروج هذا الفيديو للعلن. سكرين شوت بتاع الاكاونت بتاع الزوجة هو، وهو رافع الفيديو عنده، دي مراتك اللي على ذمتك وهي بتضرب والدتك. كان لا يصح ابدا خروج هذا الفيديو للعلن ابدا تحت اي ظرف، لان انا
اكيد الزوج والزوجه لما بيتخانقوا بيغلطوا في بعض، اكيد الام والابن لما بيتخانقوا ساعات كتير قوي الواحد يخرج عن شعوره، هتقول ايه لا لا احترام الكبير ماشي، بس انا مش هتكلم يعني مش هقول كلام انش، انا اسفه يعني، خلينا كلنا واقعيين، كلنا بنغلط، الغلط بيكبر لما بيطلع العلن. هتقول ايه طب يعني لو ده حصل وهم مع بعض، لو كانت الحما فعلا تعدت عليها فوق ونزلت شتمتها مش عارف فين، وهي اصلا خانقه اخواتها قبليها بيوم ودخلت في النوبه الغريبه قوي اللي شفناها دي، دي ست مريضه، دي واحده مريضه. والزوج النهارده عنده اختيار، يا هيستر على مراته ويقف جنبها لغايه ما تتعالج ويخلي باله من بنته، يا هينسحب. والايام هتورينا الزوج هيتصرف ازاي، لكن البنت دي في محنه دلوقتي وتستحق المساعده. في ناس كتير هتقول لك لا لا دي في الفيديو كانت بتمثل، بتمثل قدام مين؟ هي ما طلعتش الفيديو ده لحد، الفيديو ده قديم، الفيديو ده بعد الواقع بيوم، وما كانش طلع الاب قال ان ده بيحصل وحصل في اسم الشرطه. واسمحوا لي من هنا ان انا اشكر رجال الشرطه من هنا لمليون سنه قدام على الرحمه والشفقه والرجوله اللي اتعاملوا بيها مع هذه الفتاه، لان هما ما رضيوش ابدا ابدا انهم يشوفوها قدامهم كده ويبقوا بيتعاملوا بقسوه، لانها تعبت في الاسم بالطريقه دي. انا هروح لفاصل وهرجع افتح تليفونات اسمع رايكم، ونفسي بس رجاء خاص عشان نقفل الموضوع ده، ان بعد كده لما يخرج سر من اسرار البيوت للعلن ويصبح فضيحه، من ستر مؤمنا ستره الله يوم القيامه، لو خدناها وسطرنا عليها لكن نشير ونشتم ونطلع نعمل فيديوهات بالتبليون ونص وثلاثة مليون وخمسة مليون عشان ناخد الفلوس، وبعدين الفلوس اللي هي نتيجة أعراض الناس وفضايح الناس ووادي إيه؟ عمرنا ما بنقدم حاجة في صبايا غير لما نكون هنعلم بيها الناس حاجة قوية جدا. وياما ياما بتبعتولي على صفحتي الشخصية مواضيع ما بتطرقش ليها أبدا لأنها تخص الأعراض، والكلام اللي اتقال على البنت دي كان كتير قوي قوي الثلاث اسابيع اللي فاتوا. الناس دي بسيطه جدا، وعلى فكره الحما كل التقدير والاحترام للحما، كل التقدير والاحترام لزوج البنت، اكيد ما كانش المفروض انك تطلع الفيديو ده ابدا وشيء لا يحترم، ولكن يعني حماتك في الاخر او حماتها في الاخر استحملت حاجه ما ينفعش حد يستحملها ابدا ابدا، وطلعت بالرغم من ده طلعت قالت انا مش عايزاه يطلقها، فكل التقدير والاحترام ليها الحقيقه. من فضلكم ما تتكلموش على حد من غير ما تعرفوا داخلياته، من فضلكم ما تتكلموش على حد غير لما تسمعوا كل الاطراف، من فضلكم تحاولوا تستروا البيوت على قد ما تقدروا، عشان احنا كلنا بنغلط والفرق بيننا هو ستر الله سبحانه وتعالى. انت سترك قد ايه وانا سترني قد ايه، لكن في المجمل احنا كلنا بنغلط وغلطات متفاوته، ويعني كل واحد بيشوفني يقعد مع نفسه كده يشوف غلط ولا ما غلطش. روح لفاصل وهستنى تليفوناتك.